الدكتور عبد الرزاق جسوم، ملف الحريات الأساسية للمواطنين صار يشغل الخاص والعام في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة، ومن هذا المنطلق صدر بيان جمعية العلماء المسلمين الجزائريين للتنديد بحادثة كسر ساق الشيخ علي بن حاج، إضافة إلى ما وصف بالتجاوزات الأخيرة التي تعرض لها الطلبة. ممكن أن تضعنا دكتور جسوم في صورة هذا البيان؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، هذا البيان كما تفضلت ليس استثناء ولكنه امتداد للقاعدة التي دأبت عليها جمعية العلماء منذ نشأتها، أي منذ بدء دفاعها عن حق الشعب الجزائري أولا في استعادة استقلاله وسيادته، إلى اليوم في الحفاظ على حق كل مواطن في أن يتمتع بحقه في الحياة، حقه في الحرية، حقه في العبادة، حقه في كل شيء، وهذا جزء من اهتمام جمعية العلماء. إذن ليس بدعا أن نقول هذا أو أن نعمل هذا. ثانيا أحببت أن أقول بأن القضية لا تتعلق بالشيخ علي بن حاج ولا بطلبة الصيدلة، ولكن تتعلق بكل مواطن أي إن كانت إيديولوجيته وأي إن كان معتقده وأي إن كان انتماؤه. نحن لا نفرق بين هذا وهذا، ولكن دأبنا يعني أو هاجسنا هو أن ننبه إلى وجوب حماية الإنسان ضد أي تعسف أو ضد أي مساس بحقه العام. نعم دكتور جسوم، ماذا نعلق على واقع حقوق الإنسان في الجزائر، يعني مع استحضار ما يقوله المحامي قسنطيني وغيره من أن هذا المجال تطور كثيرا عما كان عليه في فترة التسعينات، كيف تعلق على ذلك؟ والله نحن نعتقد بأن الطبيعي هو أن يكون العكس من ذلك، أن تكون كلما تقدمت الجزائر كلما تقدمت في الحفاظ على حق المواطن وحقوق الشعب وكل القضايا التي يمكن أن تمس بهذا الحق ينبغي أن تزول. لكن يؤسفنا أن نقول بأن المساس قد طال حتى الأشخاص بين بعضهم بعض، وهذا هو الهاجس الذي يسكننا. نحن نعتقد بأن من حق المجتمع ككامله أن يعيش في كنف الهدوء وفي كنف الأمن وفي كنف الإيمان، بعيدا عن أي عنف أي من كان نوع هذا العنف، سواء كان هذا العنف ماديا أو كان عنفا معنويا، بمعنى أن الاعتداء على الشخص بأي وصف من الأوصاف ومن أي جهة كانت، أو الاعتداء باللفظ البذيء أو بالكلام الفاحش أو ما إلى ذلك. ولكن ما نلاحظه للأسف الشديد هو أن هذا العنف قد طال المؤسسات، قد طال التعليم، قد طال الملاعب، قد طال المساجد أحيانا، قد طال كل شيء، وهذا مما نأسف له ومما نأمل أن يوضع حد له. نعم دكتور جسوم، كلنا شاهد شريط الفيديو لأعوان الشرطة وهم يسحبون طلبة كلية الصيدلة، ربما قد شاهدت هذا الشريط. يعني هؤلاء الطلبة كانوا يحتجون ويعني عن حقوقهم، عن حقهم في التعليم، حقهم في التوظيف. شاهدنا الشرطي وهو يسحب الشرطة وهي تسحب هؤلاء الطلبة في احتجاجهم ويجبرونهم على الصعود إلى حافلات لإعادتهم إلى الجامعات. يعني أثارت هذه الصورة ضجة كبيرة في الوسط الجامعي وفي الشارع أيضا. يعني ما تعليقك سيدي الكريم عن هذه الصورة، خاصة عندما صفع شرطي طالب غضبا يعني من الوضع الحالي؟ نحن نعتقد بكل صدق وبكل أمانة وبكل مواطنة أن رجل الأمن هو الحامي لهذه الحقوق والحامي لأمن الإنسان. دكتور، يعني النشاط السياسي في الجزائر، الحقوقيون يعني يضطهدون، المواطن الجزائري إذا خرج للتعبير عن رأيه يضطهد، يعني كيف هي الحقوق والحريات في الجزائر في نظرك دكتور عبد الرزاق؟ أنا كما كنت أقول بأنني أنا لا أسيس القضايا، ولكنني أقننها، يعني
يحكم عليها من منطلق الحقوق القانونية. الحقوق القانونية التي جعلتنا نحن نصدر هذا البيان هي أننا لاحظنا نشاز في تعامل بعض المؤسسات مع بعض المواطنين، ومن هذا الذي وقع مع طلبة الصيدلة، وما وقع مع الشيخ علي بن حاج، وما وقع مع بعض الأساتذة والمعلمين، ما وقع مع بعض الحقوقيين. ولذلك مهمتنا نحن أن ننبه إلى هذا، أن نلفت انتباه كل المسؤولين إلى أن هذا يمس أول ما يمس بالمؤسسات التي من شأنها أن تحمي الإنسان ولا تعتدي عليه. ومن هنا فإننا طالبنا كل مسؤول أيا كان موقعه أن يعمل على صيانة الحق العام للمواطن أيا كان هذا المواطن، وبعيدا عن أي استثناء وبعيدا عن أي نشاز في تطبيق القانون. هذا هو الذي يسكننا، وهذا هو ما نأمل أن نتجاوزه سواء على صعيد الأفراد أو على صعيد المؤسسات، لأن هذا هو المبدأ الأساسي المقدس الذي دأبت عليه جمعية العلماء، وستظل دائما وصية له في الحفاظ على أمن المواطنين وفي الحفاظ على أمن الشعب العام.